يعطيكم العافية يا شباب. بمحاضرات سابقة كنا بلشنا حكينا على أنواع خلايا جهاز المناعة، كنا حكينا على أنواع الأجسام المضادة، واليوم إن شاء الله رايحين نكمل بأنواع الفاكسين، أو شو هو أصلاً المقصود بكلمة فاكسين. الفاكسين هي يقصد فيها المطاعيم، وهي عبارة عن فرايتي مختلفة جداً من المواد اللي ممكن إنها تحقن أو تعطى للأشخاص. هاي الفاكسين أو المطاعيم ممكن تكون عبارة عن الكائن الحي الممرض لكنه مقتول، يعني كلت بنسبة 100%، أو ممكن يكون attenuated microorganism، كائن حي مضاعف يعني مقتول لدرجة 99%، أو ممكن تكون عبارة عن التوكسويد من هذا الكائن الحي، المواد البروتينية السامة التي تنتج من هذا الكائن الحي، أو بقايا كائن هذا الحي، أو ممكن تكون عبارة عن مواد، هاي المواد هي أجزاء متبقية من هذا الكائن الممرض. فمش بالضرورة يكون إنه 100% same or microorganism، إحنا بناخد الجزء اللي بيسبب المرض من هذا الميكروorganism، وممكن تكون عبارة عن antigen. فالفاكسين هي عبارة عن preparation of killed، إما بيكون الميكروorganism killed أو بيكون attenuated microorganism مضاعف لدرجة 99%، بحيث إنه 1% أو 2% المتبقية كفعالية أو نشاط من هذا الكائن الحي غير قادرة على تسبب أو إنها تسبب مرض ذو حدة عالية عند الشخص المتلقي لهذا الفاكسين، أو ممكن تكون تحتوي على التوكسويد، المواد البروتينية السامة اللي ينتجها هذا الكائن الحي، وليس مش بالضرورة كمان إنها تكون فقط البروتينات، ممكن تكون عبارة عن مواد أخرى. To introduce شو نوع المناعة اللي جسمي يحصل عليها نتيجة المطاعيم، هي عبارة عن Artificial Acquired Active Immunity. ليش Artificial؟ لأنه الإصابة فيه ما جاءت بمحض الصدفة أو نتيجة مثلاً عدوى، وإنما أنا عامداً متعمداً مثلاً رحت أخذت مطعوم الكوفيد 19 أو أخذت مطعوم البوليو أو أخذت مطعوم الريبيز أو أخذت أي مطاعيم أخرى، فأنا بكون أخذتها عامداً متعمداً، فهي مناعة اصطناعية. ليش بقول إنها acquired active immunity؟ ليش بحكي acquired؟ لأنه الجسم هو اللي بده يبني الأجسام المضادة، مشان هيك اسمها active immunity. يعني أنا حقنت الجسم إما بمولد ضد أو بقايا كائن حي ممرض أو بكائن حي مقتول، فبستنى الجسم يشكل الأجسام المضادة، فمشان هيك هي عبارة عن active immunity. ممكن هاي الفاكسين تكون عبارة عن genetic engineered معدلة وراثيا أو بالهندسة الوراثية by preparation of immunological epitope become available for certain diseases، وعندنا أنواع مختلفة منها، زي مثلاً ال HPSAG هو عبارة عن الهيباتيتس سيرفس أنتيجين اللي نستخدمه للكشف عن وجود الهيباتيتس اللي هي الكبد، التهاب الكبد الوبائي. إدوارد جينر هو the one who performed the first successful vaccination against smallpox using الكاوبوكس vaccine. شو أنواع type of vaccine؟ عندي أنواع مختلفة من اللقاحات اللي ممكن نستخدمهم. بداية ممكن يكون هذا المطعوم هو مطعوم بكتيري، ممكن يكون بكتيريا الفاكسين، وهو ممكن يكون يحتوي على certain killed bacteria، أنواع محددة من البكتيريا إما بتكون مقتولة، مثال عليها Pratidella brutus، هذا أول نوع، أو ممكن هذا المطعوم يكون يحتوي على live attenuated bacteria، بكتيريا مضاعفة يعني مقتولة لدرجة 98 إلى 99%، مثال عليها التيوبركل باسيلاي اللي بتعمل تيوبركيالوسيس، أو ممكن يكون يحتوي على أجزاء من البوليساكرايد من البكتيريا، مثال عليها دايبلوكوكس نيومونيا، بكتيريا ذات الرئة. فإما بيكون عبارة عن البكتيريا مقتولة بنسبة 100% أو لايف أتنيويتد بكتيريا أو الجزء الممرض من هاي البكتيريا اللي هو عبارة عن البوليساكرايد اللي تنتجه هاي البكتيريا. النوع الثاني من الفاكسين might be toxoid. Toxoid هي عبارة عن المواد السامة اللي تنتجها هاي الميكروorganism. بعض أنواع الميكروorganism أنا ما بخاف من الميكروorganism بحد ذاته، وإنما من المواد البروتينية أو الكيميائية السامة
اللي ينتجها. فالتوكسويد يتم معالجة هاي المواد الكيميائية السامة أو البروتينية السامة بالحرارة or chemically inactivated bacterial toxin، مثال عليها الدفثيريا. الدفثيريا إحنا ما بنعطي البكتيريا، إحنا بنعطي التوكسويد تبع الدفثيريا. النوع الثالث ممكن إحنا نعطي viral vaccine، هو عبارة عن لقاح أو مطعوم ضد الفيرال انفكشن، ضد التهاب فيروسي، which consists of suspension of inactivated virus، ممكن تكون عبارة عن فيروس صغير فعالة، مثال عليها الريبيز فاكسين اللي هو الفاكسين ضد داء الكلب، أو ممكن تكون عبارة عن attenuated virus، بكتيريا مضاعفة زي البوليو فاكسين، أو ممكن تكون فاكسين مطاعيم معدلة وراثيا زي مطاعيم الهيباتايتس اللي هي للكبد الوبائي. النوع الرابع ممكن تكون عبارة عن parasitic، لكنها it is not، يعني it's highly difficult and not successful، ببساطة لأنه الباراسايت جزء منهم هو ليس مايكرو أورجانيزم، يعني ولا يمكن الوقاية أو الحماية منهم عن طريق مطاعم. النوع الرابع وهو الأهم، هو اللي بدنا نحكي عنه في محاضرات سابقة لاحقة إن شاء الله، هو عبارة عن الكومبايند فاكسين. هلأ إحنا ممكن نعطي نوع واحد من الفاكسين يحتوي على أكثر من نوع من المايكرو أورجانيزم، بمعنى كثير منا بيأخذوا مطعوم اللي هو الرشح أو الإنفلونزا بشهر 9 قبل موسم الشتاء والخريف، هذا ما بيكون يحتوي على نوع أو نوعين أو ثلاث أنواع من الفيروس اللي بتسبب الإنفلونزا أو الرشح، وإنما يحتوي على أكثر مجموعة من الفيروس اللي هي مسؤولة عن أو المنتشرة الأوسع انتشاراً against different type من الإنفلونزا، فهو يحتوي على مجموعة من mostly common أو widespread الأكثر انتشاراً من الفيروسز اللي مسؤولة عن إنها تسبب الرشح. فهون إحنا منيجي منحكي عن الكومبايند فاكسين واللي رح نحكي فيه إن شاء الله بالمحاضرة الجاي، اللي هو المطاعيم اللي تعطى من ضمن اللي هو برنامج المطعوم الوطني اللي يعطى للأطفال على عمر 3 شهور وعلى عمر 6 و9 وعلى عمر 5 سنوات و6 سنوات وما إلى ذلك. فالكومبايند فاكسين هو one vaccine against different disease، هو لقاح واحد، يعني حقنة واحدة أو مطعوم واحد بيكون يحتوي أكثر من نوع من أنواع المايكرو أورجانيزم، زي مثلاً الدي بي تي. الدي بي تي هذا الفاكسين يحتوي على فاكسين against diphtheria, protus against tetanus. والأم أم آر هو الأكثر طبعاً الأكثر شهرة وشيوعاً عند الأطفال، اللي هو يعطى للأطفال من ضمن برنامج اللي هو تطعيم الوطني من برنامج الصحة الوطني، هو against malaise, mumps and rubella للحصبة والنكاف وما إلى ذلك. يعطيكم العافية.